بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن حاتم، حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عطاء بن عبيد بن عمير والوليد بن عطاء يحدثاني عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة. قال عبد الله بن عبيد: وفد الحارث ابن عبد الله على عبد الملك ابن مروان في خلافته، فقال عبد الملك: ما أظن أبا خبيب، يعني ابن الزبير رضي الله عنهما، سمع من عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ما كان يزعم أنه سمعه منها. قال الحارث: بلى، أنا سمعته منها. قال: سمعتها تقول ماذا؟ سمعتها تقول ماذا؟ قال: قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قومك استقصروا من بنيان البيت حينما جددوا بناء الكعبة. قريش عندما جددوا بناء الكعبة تركوا 6 أذرع أو 7 أذرع لم يدخلوها في البيت، وذلك هو الحجر. قال: ولولا حداثة عهدهم بالشرك، لولا أنهم أسلموا يوم الفتح، لولا ذلك ما تركت منه، أعدت ما تركوا منه، يعني أعدت بناء الكعبة على بناء الخليل إبراهيم عليه السلام. فإن بدا لقومك، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: فإن بدا لقومك من بعد أن يبنوه فهل أمي لأريك ما تركوا منه، فأراها قريبا من 7 أذرع وهو الحجر. هذا حديث عبد الله ابن عبيد، وزاد عليه الوليد بن عطاء: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولجعلت لها بابين، أي الكعبة المشرفة، موضوعين في الأرض، يعني منخفض، بابين منخفضين شرقياً وغربياً، يعني باب من جهة المشرق وباب من جهة المغرب. وهل تدرين لما كان قومك رفعوا بابها، أي باب الكعبة؟ قالت: قلت لا. قال: تعززاً أن لا يدخلها إلا من أرادوا، يعني حتى يمنعوا من لا يريدون. فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه، أن يتركونه يرتقي، حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط. قال عبد الملك للحارث: أنت سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم. قال: فنكت ساعة بعصاه، يعني حرك بعصاه الأرض، ثم قال: وددت، أي أحببت أني تركته وما تحمل، أي أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما بنى الكعبة في عهد خلافته، وأدخل الحجر في الكعبة وجعل لها بابين شرقي وغربي، ولكن أن أولئك القوم هدموا ما بناه عبد الله بن الزبير، وردوا بناءها على بناء قريش، وتركوا الحجر. فالموجود الآن هو بناء أولئك القوم الذين هدموا ما بناه ابن الزبير رضي الله عنهما. فمن
استطاع أن يدخل الكعبة فهو سنة، والذي لم يستطع يصلي في الحجر فإن 7 أذرع من الحجر هي في الكعبة. قال: وحدثناه محمد بن عمرو بن جبل، حدثنا أبو عاصم حاء، وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثل حديث ابن بكر. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن أبي قزعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت أي الكعبة المشرفة إذ قال: قاتل الله ابن الزبير، أعوذ بالله، حيث يكذب على أم المؤمنين، يقول: سمعتها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا حدثان قومك بالكفر، أي عهدهم قريب، أسلموا يوم الفتح، لولا ذلك لنقضت البيت أي الكعبة حتى أزيد فيها من الحجر، فإن قومك قصروا في البناء، يعني تركوا 7 أذرع. فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين. وعبد الله بن الزبير صادق أنه سمع من أم المؤمنين عائشة، فأنا سمعت أم المؤمنين رضي الله عنها تحدث هذا، قال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير. فهدموا بناء ابن الزبير وتركوا 7 أذرع في حجر خارج الكعبة. حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر، يعني الحجر، أمن البيت هو من الكعبة؟ قال: نعم. قلت: فلما لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة، المال الذي جمعوه من حلال نفدت فتركوا هذا الموضع. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية، يعني أسلموا يوم الفتح، فأخاف أن تنكر قلوبهم، يعني إذا هدمت الكعبة أخاف أن تنكر قلوبهم ذلك ويكون فتنة، لنظرت أن أدخل الجدر أي الحجر في البيت، وأن ألزق بابه بالأرض أي أجعل بابه لاصقاً بالأرض، ولكن خاف أن يستنكروا شيء ويكون فتنة فترك ذلك صلى الله عليه وسلم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى، حدثنا شيبان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر، وساق الحديث بمعنى حديث أبي الأحوص، وقال فيه: فقلت: فما شأن بابه مرتفعا لا يصعد إليه إلا بسلم؟ وقال: مخافة أن تنفر قلوبهم، يعني لم أرد الحجر إلى الكعبة مخافة أن أولئك الذين أسلموا يوم الفتح أن تنكر قلوبهم ويكون فتنة، فلذلك لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني راكباً وراءه، فجاءته امرأة من خثعم قبيلة تستفتيه أي تسأله، فجعل الفضل ينظر إليها
وتنظر إليه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، لأنه لا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمال وجه الفضل حتى لا ينظر إليها. قالت: يا رسول الله، المرأة إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أي من الضعف، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. فدل على أن العاجز يحج عنه، وأن المرأة تحج عن الرجل، وهذا من رحمة الله تعالى. حدثني علي بن خشرم، أخبرنا عيسى عن ابن جريج عن ابن شهاب، حدثنا سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل رضي الله عنه أن امرأة من خثعم، قبيلة خثعم، قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيري، من الضعف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحجي عنه. الحج عن العاجز يجوز، ولكن الذي حج عنه يكون قد حج عن نفسه أولا، لا يحج عن الغير إلا من قد حج عن نفسه أولا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة. قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، اسم مكان، فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فدل هذا الحديث على أن الصبي يحج به أهله ويكون لهم الأجر، ولكن إذا بلغ يحج عن نفسه حج الفرض. وحج الصبي يصح، أهله يحجون به ويؤدون ما يجب، ولكن إذا بلغ يحج عن نفسه حج الفرض. حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فالصبي يصح حجه وأهله يعني يعلمونه ما يجب. وحدثني محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن إبراهيم ابن عقبة عن كريب أن امرأة رفعت صبيا فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فحج الصبي صحيح، ولكن إذا بلغ يحج عن نفسه حج الفرض. وحدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما بمثله. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت.
ولما استطعتم، يعني كل عام. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه أي اتركوه. فالحج الفرض في العمر مرة، وما زاد فهو تطوع. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله، أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم. لا يجوز للمرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم. لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، لأن المرأة ضعيفة، قد تمرض وقد تموت وقد تحتاج، فلا بد أن يكون معها محرم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حاء، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي جميعاً عن عبيد الله بهذا الإسناد في رواية أبي بكر فوق ثلاث، يعني فوق ثلاثة أيام. وقال ابن نمير في روايته عن أبيه: ثلاثة إلا ومعها ذو محرم، أبوها، أخوها، ابنها، زوجها، محرم. وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم. حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة جميعاً عن جرير، قال قتيبة: حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قزعة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت منه حديثاً فأعجبني، فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع، يعني هل أكذب على الرسول؟ قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. وسمعته يقول: لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها. لا تشد الرحال، أي لا يسافر طلباً للأجر إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد المدينة، لأن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، والمسجد الحرام، الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة. اللهم طهر بيت المقدس من اليهود، إنك على كل شيء قدير. لا تشد الرحال، أي لا يسافر طلباً للأجر إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. وسمعته يقول: لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها. فالسفر إلى قبر فلان أو مشهد فلان لا يجوز، لا يجوز السفر إلى القبور. فالسفر طلباً للأجر إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت قزعة قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت
من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا: فأعجبنني وآنقنني، بمعنى أعجبنني. نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، واختص باقي الحديث. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة ثلاثاً، أي مسيرة ثلاث ليال، إلا مع ذي محرم. وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار جميعاً عن معاذ بن هشام قال: أبو غسان حدثنا معاذ، حدثني أبي عن قتادة عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم. وحدثناه ابن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد، وقال: أكثر من ثلاث إلا مع ذي محرم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها، أبوها، أخوها، عمها، خالها، لا بد أن يكون محرم. حدثني زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب، حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. فالإسلام صان المرأة ومنعها من كل فتنة، فلا تسافر إلا ومعها ذو رجل ذو محرم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا بشر يعني ابن مفضل، حدثنا سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثا، أي مسيرة ثلاثة أيام، إلا ومعها ذو محرم منها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعاً عن أبي معاوية قال: أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان قال: أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا عمرو بن دينار عن أبي معبد قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، أي لا يدخل بيت ما فيه محرم، لا يدخل بيتا فيه امرأة وليس لها محرم.
لا يجوز للرجل أن يدخل بيتا فيه امرأة وليس هناك محرم، لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أي كتب اسمي مع المجاهدين. قال: انطلق فحج مع امرأتك، ليس عليك أن تجاهد وامرأتك خرجت بدون محرم، اخرج حج معها. وحدثناه أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد عن عمرو بهذا الإسناد نحوه، وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا هشام يعني ابن سليمان المخزومي عن ابن جريج بهذا الإسناد نحوه، ولم يذكر لا يخلون رجل من امرأة إلا ومع هذا محرم. كل هذا محافظة على المرأة خوفاً من الفتنة، فعلينا أن نحجب نساءنا ونعلمهن شرع الله، والتبرج فتنة. حدثني هارون ابن عبد الله، حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن عليًا الأزدي أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجًا إلى سفر كبَّر ثلاثًا، ثم قال: سبحان الذي سخَّر لنا هذا وما كنا له مُقرِنين وإنا إلى ربنا لمُنقلِبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البرَّ والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هوِّن علينا سفرنا هذا وأطوِ عنا بُعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. هذا دعاء السفر. إذا ركب صلى الله عليه وسلم على بعيره خارجًا إلى سفر كبَّر ثلاثة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال: سبحان الذي سخَّر لنا هذا وما كنا له مُقرِنين، أي ما كنا نطيق ذلك إذا لم يسخِره الله. وإنا إلى ربنا لمنقلِبون، أي راجعون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، أي العمل الصالح، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا، أي خفف علينا سفرنا هذا وأطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. قال النووي رحمه الله: الوعثاء، وهي المشقة والشدة. وعثاء السفر أي المشقة والشدة، وكآبة المنظر، وهو تغير النفس من حزن ونحوه. وكآبة المنظر أي تغير النفس من حزن ونحوه، وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن، أي هذا الدعاء، وزاد فيهن: آيبون أي راجعون تائبون عابدون لربنا حامدون. فينبغي للمسلم أن يحفظ هذا الدعاء ليدعو به عند السفر. حدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن علي عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر، أي المشقة والشدة، وكآبة المنقلب، أي ما يحزنه.
والحور بعد الكور. قال النووي رحمه الله: هو الرجوع من الإيمان إلى الكفر أو من الطاعة إلى المعصية. الحور بعد الكور، الرجوع من الإيمان إلى الكفر والعياذ بالله، أو من الطاعة إلى المعصية. ومعناه الرجوع من شيء إلى شيء من الشر. والحور بعد الكور، ودعوة المظلوم وسوء المنظر للأهل والمال، هكذا كان يدعو صلى الله عليه وسلم إذا سافر. وحدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب جميعاً عن أبي معاوية حاء، وحدثني حامد بن عمر، حدثنا عبد الواحد كلاهما عن عاصم بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث عبد الواحد في المال والأهل، وفي رواية محمد بن خازم قال: يبدأ بالأهل إذا رجع، وفي روايتهما جميعاً: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، أي المشقة والشدة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عبيد الله، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما حاء، يريد مسلم رحمه الله أن يروي عن شيخ آخر حاء، وحدثنا عبيد الله بن سعيد واللفظ له، حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل، أي إذا رجع من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة، إذا أوفى على ثنية أو فدفد، يعني إذا علا على مكان مرتفع، كبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون، أي راجعون، تائبون، عابدون، ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، أي هزم جموع الكفار ونصر رسوله والمسلمين. حدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن أيوب حاء، وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا معا عن مالك حاء، وحدثنا ابن رافع، حدثنا ابن أبي هديك، أخبرنا الضحاك كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، إلا حديث أيوب فإن فيه التكبير مرتين. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن علي عن يحيى بن أبي إسحاق قال: قال أنس بن مالك رضي الله عنه: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة رضي الله عنهما وصفية أم المؤمنين رضي الله عنها رديفته، أي راكبة وراءه على ناقته، حتى إذا كنا بظاهر المدينة قال: آيبون، أي راجعون، تائبون، عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة صلى الله عليه وسلم. وحدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء، اسم مكان، أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. وحدثني محمد بن رمح بن المهاجر المصري، أخبرنا الليث
حاء وحدثنا قتيبة واللفظ له قال حدثنا ليث عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما ينيخ بالبطحاء أي ينيخ ناقته بالبطحاء اسم مكان التي بذي الحليفة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينيخ بها ويصلي بها. وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي حدثني أنس يعني أبا ضمرة عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صدر من الحج أو العمرة يعني إذا رجع أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان ينيخ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن عباد حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن موسى وهو ابن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي في معرسه. المعرس هو المكان الذي نام فيه في السفر، أتي في معرسه أي في المكان الذي نام فيه بذي الحليفة، فقيل له إنك ببطحاء مباركة، الله تعالى جعل فيها بركة. وحدثنا محمد بن بكار بن الريان وسريج بن يونس واللفظ لسريج قال حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي وهو في معرسه أي في المكان الذي نام به من ذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل إنك ببطحاء مباركة. قال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ من المسجد الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المكان الذي نام فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين القبلة وسطاً من ذلك. قال النووي رحمه الله قال القاضي المعرس موضع النزول، المكان الذي ينزل فيه المعرس موضع النزول. قال أبو زيد عرس القوم في المنزل إذا نزلوا به أي وقت كان من ليل أو نهار. وقال الخليل والأصمعي التعريس النزول في آخر الليل. حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه حا وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنة 90 من الهجرة قبل حجة الوداع في رهط أي مع جماعة يؤذنون يعني يعلنون في الناس يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فالمشركون والكافرون لا يحل لهم دخول الحرم، يؤذنون في الناس يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال ابن شهاب فكان حميد بن عبد الرحمن يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والمرأة كلها عورة فيجب أن تحتجب. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة ابن بكير عن أبيه قال سمعت يونس ابن يوسف يقول عن ابن المسيب قال قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار
من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ اللهم بلغنا حج بيتك الحرام، واجعلنا من عتقائك من النار، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فيوم عرفة يقطع عتق الله كثيرا من عباده من النار. فالله عز وجل يدنو من الحجاج يوم عرفة دنوا على ما يليق به سبحانه وتعالى. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. اللهم اغفر لنا وأدخلنا جنة الفردوس بفضلك وكرمه، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فما بين العمرتين من صغائر الذنوب يكفرها الله، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحجر الحج الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الخالص لوجه الله جزاؤه الجنة. ودل على أن العمرة وقتها طول السنة وينبغي التكرار. وحدثناه سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة حا، وحدثني محمد بن عبد الملك الأموي، حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل حا، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله حا، وحدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع حا، وحدثني محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان، كل هؤلاء عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس، ونعوذ بك من سخطك ومن النار، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا، وقال زهير: حدثنا جرير عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت كعبة المشرفة فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. والرفث هو الجماع ومقدماته، فعلى المحرم أن يجتنب الجماع ومقدمات الجماع. والفسق هو المعاصي، يحذر المعاصي كلها. من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه، يعني يغفر الله له بفضله وكرمه. وحدثناه سعيد بن منصور عن أبي عوانة وأبي الأحوص حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان حا، وحدثنا ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، كل هؤلاء عن منصور بهذا الإسناد. وفي حديثهم جميعا: من حج فلم يرفث ولم يفسق. حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم عن سيار عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن علي بن حسين أخبره أن عمرو بن عثمان بن عفان
أخبره عن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أتنزل في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي شيئاً، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين، فالمسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم. حدثنا محمد بن مهران الرازي وابن أبي عمر وعبد بن حميد جميعاً عن عبد الرزاق. قال ابن مهران: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: قلت: يا رسول الله، أين تنزل غداً؟ وذلك في حجته حين دنونا من مكة. فقال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا محمد بن أبي حفصة وزمعة بن صالح، قال: حدثنا ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل غدا إن شاء الله؟ وذلك زمن الفتح، أي فتح مكة. قال: وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب، حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد يقول: هل سمعت في الإقامة بمكة شيئا؟ فقال السائب: سمعت العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للمهاجر إقامة 3 بعد الصدر، أي بعد انتهاء من رمي الجمار، بعد الصدر بمكة، كأنه يقول: لا يزيد عليها. المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، فالمهاجر إذا رجع إلى مكة لا يمكث أكثر من 3 أيام لئلا ينقص أجر الهجرة. هذا بالنسبة للمهاجر الذي هاجر من مكة إلى المدينة في أول الأمر، فإذا رجع إلى مكة لا يمكث أكثر من 3 أيام. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لجلسائه: ما سمعتم في سكنى مكة؟ فقال السائب بن يزيد: سمعت العلاء، أو قال العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3. وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعاً عن يعقوب بن إبراهيم ابن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد، فقال السائب: سمعت العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 3 ليال يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصدر، أي بعد ما ينتهي من رمي الجمار. إن هؤلاء الذين هاجروا من مكة إلى المدينة الهجرة الأولى، الهجرة عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج وأملاه علينا إملاءً، أخبرني إسماعيل بن محمد بن سعد أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن السائب بن يزيد أخبره أن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أخبره
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3، أي 3 أيام. وحدثني حجاج بن الشاعر، هذا بالنسبة للمهاجر الذي هاجر من مكة في عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا الضحاك بن مخلد، أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة لا هجرة، يعني بعدما فتح الله مكة لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام، وأما الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فذاك باقي. لا هجرة يعني من مكة بعد فتح مكة، ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد في سبيل الله ونية في العمل الصالح. وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا أمركم الإمام بالخروج للجهاد فانفروا. وقال يوم الفتح، فتح مكة، إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لا يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار يوم الفتح لتطهيرها من الشرك والأصنام، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يعضد شوك، شجر الشوك الذي أنبته الله لا يقطع ولا ينفر صيده، لا ينفر صيده، فصيد حرم محرم، ولا يلتقط إلا من عرفها، لا يلتقط اللقطة إلا من يعرفها وينادي بها، ولا يختلى خلاه، أي لا يؤخذ حشيشه. فقال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله إلا الإذخر، يعني إذن لنا أن نأخذ الإذخر من أرض الحرم. والإذخر نبات له رائحة طيبة، كانوا يستعملونه في سقف البيت وفي سقف القبر، والذين يصنعون الحلي يستعملون الإذخر في عملهم. إلا الإذخر فإنه لقينهم، أي للحداد ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر، أذن لهم أن يأخذوا الإذخر من أرض الحرم. وحدثني محمد بن رافع: فعلينا أن نتقي الله ونحذر المعاصي في كل مكان، وفي هذا الحرم أعظم. وحدثني محمد بن رافع، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا مفضل عن منصور في هذا الإسناد بمثله، ولم يذكر يوم خلق السماوات والأرض، وقال: بدل القتال القتل، وقال: لا يلتقط لقطته إلا من عرفها، أن ينادي حتى يجد صاحبها. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة، يعني في زمن فتنة ابن الزبير رضي الله عنه: ائذن لي أيها الأمير. أبو شريح رضي الله عنه قال: ائذن لي أيها الأمير، أحدثك قولاً قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداء من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته وأبصرته عيناي حين تكلم به، أنه صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، يعني ظلما، ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم
يعني لتطهيرها من الأصنام والمشركين. ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وليبلغ الشاهد الغائب، الحاضر يبلغ الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. كان ابن الزبير ما فعل شيء من هذا، وقاتلوه والعياذ بالله. قال النووي: قوله ولا فارا بخربة، هي فتح الخاء المعجمة وإسكان الراء، وأصلها سرقة الإبل. الخربة أصلها سرقة الإبل، وتطلق على كل خيانة. الخربة تطلق على سرقة الإبل وتطلق على كل خيانة. حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعا عن الوليد. قال زهير: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن، حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة سنة 8 من الهجرة في رمضان، قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل. عندما أرادوا أن يهدموا الكعبة حبسهم فلم يدخلوا الحرم، وسلط عليها رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ليطهرها من الأصنام والشرك، وإنها لن تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد أي معرف، ومن قتل له قتيل وهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل إذا كان القتل عمدا، إما أن يأخذ الدية وإما أن يقتل. فقال العباس رضي الله عنهم: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه، يعني هذه الخطبة. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى، أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن خزاعة، قبيلة خزاعة، قتلوا رجلاً من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فركب راحلته فخطب فقال: إن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل، أي أهلك أصحاب الفيل.